السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هشرح chapter 3، هشرح ال practical و theoretical بتاعه. متقلقوش من ال practical بتاعه، وهي كده كده أصلا الأفكار متكررة في كل ال cases الموجودة. أهم حاجة بس إن احنا نحفظ ال symbols. أنا هنا جبتلكوا ال symbols اللي موجودة في slides ال doctors، عملتها في صفحتين كده PDF، رسمتهم يعني manual كده، وهحطه ان شاء الله على الجروب اول ما اخلص الفيديو. ندخل بقى في الشابتر نفسه. هو mainly الشابتر 3 learning objective. اول حاجه، اول learning objective بيتكلم عن ايه هي اصلا documentation techniques والimportance بتاعته واليوزس بتاعته. كمان documentation techniques عندي او التوثيق هو بيشرح ازاي النظام عندي شغال، مفهوم عام كده عن الدوكيومنتيشن سيستم او التوثيق. نظام التوثيق هو بيشمل الدايجرامز وبيشمل الفلو شارت والتيبلز، الجداول والرسومات البيانيه والجرافز اللي بتوضح عندي البيانات والمعلومات اللي انا محتاجاها. وكمان عندي بتكملها ان جواها ناريتيف ديسكريبشن. ناريتيف ديسكريبشن يعني وصف تفصيلي للنظام، بيكون مكتوب خطوه بخطوه عشان اقدر اني افهم الشرح وتفصيل لمكونات النظام والتفاعلات اللي بتحصل في السيستم جواه. طيب نيجي بقى على الامبورتنس بتاعته. الدوكيومنتيشن تول عندي هنا هي ليها اهمية على كذا ليفل. اول حاجة عندي على الاقل لازم اكون اعرف اقرأ الوثائق اللي عندي دي عشان احدد ازاي النظام شغال. تاني بوينت، ممكن اكون عايزة اعمل ايفاليويت للدوكيومنتيشن، فعشان اقدر احدد نقط القوة والضعف عندي في الانترنال كنترول مثلا، وعشان كمان اشوف هل النظام المقترح ده ماشي مع احتياجات الشركة ولا لا. تالت حاجة عندي في سكيلز كتيرة انا محتاجاها، مهارات كتيرة انا محتاجاها عشان اقدر اعمل دوكيومنتيشن كويس يقدر يوريني اذا كان النظام اللي شغال دلوقتي ده شغال كويس، والنظام المقترح كمان هيشتغل كويس ولا لا. طيب تالت حاجة عندي في الobjective ده اللي هي اليوزز او الاستخدامات بتاعت الدوكيومنتيشن تكنيكس. الاكاونتنت او المحاسبين بيستخدموا الدوكيومنتيشن على نطاق واسع. طب ازاي؟ اول حاجة عندنا مثلا معايير المراجعة الاوديتنج ستاندرد، بتحتاج ان يكون الاوديتر يفهم البروسيدير بتاعت الانترنال كنترول اللي بتكون سواء بقى معمولة مانيوال يدوي او بتكون معمولة اوتوميتد بالكمبيوتر، يعني على حسب الشركة اللي شغالة بيها. الطريقة الوحيدة الكويسة عشان اقدر احقق ان الاوديتر او الاكاونتنت يفهم كويس الدوكيومنتيشن هو ان استخدم انا كشركة نماذج العمليات التجارية او البيزنس بروسيس موديل يعني، او الفلو شارت، عشان اقدر بسهولة احدد انا كاوديتر نقط الضعف والقوة عندي في الانترنال كنترول. تاني حاجة، الدوكيومنتيشن تكنيكس برضو بيستخدم بنطاق واسع في عمليات تطوير النظم. كل تيم مسؤول عن تطوير الابليكيشنز بتاعت الانفورميشن سيستم، فدايما التيم ده بيتغير. الدوكيومنتيشن تول بتساعد التيم الجديد انه يفهم ويقدر يوصل للي هو عايزه بسرعة. دي اليوزز بتاعه الدوكيومنتيشن تكنيكس. ندخل في ليرنينج اوبجكتيف 2، وهو بيتكلم عن prepare and use the data flow diagram DFD عشان اقدر evaluate و understand و document the information system. طيب التايبس بتاعه الدوكيومنتيشن هما 3: data flow diagram زي ما احنا شايفين، والflow chart، والbusiness process diagram. اول حاجه عندي data flow diagram، هو mainly بيشرح او بيوصف وبيوضح كمان البيانات جوه الشركة او المنظمة شكلها عامل ازاي. وهنا ده بيستخدم 4 سيمبل، ودي السيمبلز بتاعته. هو بيستخدم 4 سيمبل عشان يقدر يريبريزنت بيها 4 بيزك اليمنت. الاربعة بيزك اليمنت دول هنجيلهم كمان شوية. اول حاجة عندي المربع اللي انتوا شايفينه ده،
المربع اللي احنا شايفينه قدامنا ده اسمه data source and destination، وده بيكون موجود او بنرمز له لما بيكون في ناس او الorganization نفسها بتستقبل او بترسل بيانات من السيستم نفسه، فاحنا وقتها بنرمز لها بالشكل المربع ده السكوير بوكس ده، وهو اسمه data source and destination. طيب تاني سمبل عندنا واللي هو الارو اللي احنا شايفينه ده، وهو اسمه data flow. ده بيبين لنا او بيرمز لان الفلو حركة الداتا جوه وبره وخلال الفلو شارت نفسه، ويا اما بيكون كيرف بكده يا اما بيكون ستريت لاين. تالت سيمبل عندنا واللي هو السيركل او بنسميه هنا ترانسفورميشن بروسيس، وهو لما بنلاقي السيركل دي بنفهم وقتها ان دي بروسيس اللي بيحصل فيها ترانسفورم الداتا عشان تطلع لنا output information يعني، واحيانا كمان بيسموها بابل. اخر سيمبل عندنا اللي هو الهوريزونتال لاينز، تو هوريزونتال لاين دول، وهنا عمليه تخزين الداتا الستورج داتا، وهو وقتها لما بنبقى عايزين نقول ان مثلا في هنا ستورج داتا فوقتها بنرمز لها بالرمز ده. طيب ايه هي اصلا البيزك اليمنت؟ احنا قلناها اصلا واحنا بنتكلم في السيمبل. اول بيزك اليمنت عندنا الداتا سورس اند الديستنيشن، هي الانتيتيز اللي بترسل وبتستقبل البيانات من النظام اللي بتستخدمه وانها كمان بتنتجه. وكمان الانتيتي ممكن تكون في نفس الوقت سورس وديستنيشن، يعني انها تكون مصدر وانها تكون الديستنيشن بتاعت الداتا اصلا. طيب تاني بيزك اليمنت عندنا اللي هو الداتا فلو، وهنا حركة البيانات جوه المنظومة نفسها بين العمليات والمخازن، مخزن المعلومات نفسه وعملية التحويل. لازم البيانات اللي بتمر بين مخازن البيانات ومصدر البيانات لازم تمر بمرحلة تحويل البيانات اللي هي transformation process. طيب نيجي لمرحلة تحويل البيانات، هي عملية تحويل البيانات للأوتبوت أو للمعلومات اللي هي الانفورميشن يعني. آخر بيزك element هو الداتا ستور، هو هنا في diagram كده بسيط عشان يوضح لنا الداتا فلو diagram. يعني أول حاجة مثلا الكاستمر بيجي، هو هنا الدايجرام ده على واحد جاي يدفع عشان يابديت الاكونت ريسيفابلز بتاعته. الكاستمر دي اول حاجه بيبتدي بيها، بعد كده الكاستمر بيمنت، بعد كده البروسيس بيمنت دي بتبقى نمبر سي، وبعد كده الريمننس داتا والديبوزيتس اللي في البنك بيدخل الشيك في البنك، والداتا اللي اتعمل لها بروسيس دي بتروح للاكونت ريسيفابل اكونتس عشان يتعمل لها ابديت، وبعد كده الريسيفابل انفورميشن دي بتروح للكريدت مانجر. ندخل بقى التالت ليرنينج اوبجكتيف، وهو اخر ليرنينج اوبجكتيف عندنا، واللي هو بريبير وبيوز الفلو شارت عشان اقدر اندرستاند وايفالويت الانفورميشن سيستم. اول حاجه عندي فيها الفلو شارت كونسبت. ايه هو الفلو الكونسبت بتاعت الفلو شارت؟ هي طريقه تحليليه بتستخدم لوصف بعض جوانب نظم المعلومات بطريقه بقى مختصره وواضحه ومنطقيه. الفلو شارت عندي بيسجل ازاي المعاملات التجاريه دي بتتم، وازاي الوثائق عندي بتتحرك من خلال المنظومه، والفلو شارت كمان بيستخدم في تحليل ازاي اقدر احسن من العمليات التجاريه بتاعتي وحركه الدوكيومنتيشن جوه الشركه. معظم الفلو شارت بتترسم باستخدام السوفت وير بروجرامز يعني بالكمبيوتر. بعد كده عندي تاني حاجة هتكلم فيها اللي هي الفلو شارت سيمبلز، وهي بتوصف بالصور اجراءات معالجة البيانات. هو ده معناها بالعربي اللي الشركة بتبدأ بتستخدمها، وبتوصف تدفق وحركة البيانات من خلال النظام. طيب السيمبلز اللي عندي اللي هي اللي انا عملتها لكم هنا بتاعت الفلو شارت،
بتتقسم لأربع حاجات، لأربع كاتيجوري. أول كاتيجوري عندي اللي هو الانبوت والاوتبوت سيمبلز، وعندي بعد كده البروسيسنج سيمبلز، وبعد كده الداتا ستورج سيمبلز، واخر حاجة عندي الفلو اند الميسلينيوس سيمبلز. دول السيمبلز اللي موجودين في سلايدز الدكتورز، وهم قالوا ان هم دول اللي يتذكروا. يعني اول حاجة هنبدأ بال، وحتى في الكيسز مفيش حاجات جاية برا دول اصلا. الاول شكل عندي اللي هو الشكل ده، وهو اسمه document. الدوكيمنت ده اول شكل عندي من اشكال الانبوت والاوتبوت، وهنعرف ازاي بنستخدمه في الكيسز. الدوكيمنت ده بستخدمه يا اما بالايد يعني كتابه، يا اما بعمل له برنت على الكمبيوتر. تاني شكل عندنا اللي هو المالتيبل كوبيز اوف دوكيمنتس، هو هنا زيه زي اللي فوق بالظبط بس كذا نسخه منه. واهم حاجه بتميزه انه بيترقم من فوق على اليمين، الابر رايت هاند كورنر، زي ما انا حطاهم كده في الرسم. تالت سيمبل عندي في الانبوت والاوتبوت سيمبلز حاجه اسمها ديسبلاي، وده الشكل بتاعه. لما يجي مثلا يقول لي انه عمل ديسبلاي للانفورميشن على اوتلاين على الاونلاين اوتبوت، يعني حط الانفورميشن بتاعتي على اوتبوت، بس ده مش حاجه بيرمننتلي، يعني ممكن بقى على السكرين على المونيتور على اي حاجه على حسب الكيس وقتها. اهم حاجه بس نركز في الاكسبلانيشن دي. عندنا بعد كده اخر سيمبل في الانبوت والاوتبوت اللي هو الاونلاين كينج او الاونلاين كيبورد. هو مين اللي ده؟ احنا بنستخدمه لما دايما في الكيس يقول لنا انه استخدم يدخل الداتا دي على الكمبيوتر باستخدام الكيبورد، فاحنا وقتها بنستخدم الشكل ده. هو هنا بيقول لي بي ريبريزنت الداتا انتري باي ان اونلاين ديفايس، زي بقى بيرسونال كمبيوتر تيرمينال. البيرسونال كمبيوتر طبعا فيه منه الماوس والكيبورد والحاجات دي كلها، فوقتها بنستخدم الشكل ده. نيجي لتاني حاجة عندنا، التاني كاتيجوري اللي هو البروسيسنج سامبل. عندنا الشكل المستطيل ده، وهو اسمه كمبيوتر بروسيسنج. ده بنستخدمه ازاي في الكيس؟ لما مثلا يجي يقول لي الكمبيوتر عمل كذا، الكمبيوتر عمل ايديت، عمل ستور، فوقتها هو ده اسمه الكمبيوتر بروسيسنج، فوقتها هنحط له الشكل ده في الفلو شارت. ده بي ريبريزنت البروسيس بيرفورمد باي الكمبيوتر زي ما انا قلت، which is usually in a change in the data information. الكلام طبعا اللي جوه بيتغير مع تغير كل كيس. طيب الشكل التاني عندنا في البروسيسنج سامبلز المانوال اوبريشن، يعني لما يجي يقول لي ان هو ما استخدمش الكمبيوتر، هو استخدمها يعني هو الراجل عملها مانوال، يبقى الشكل اللي فوق ده لو قال لي ان هو عملها باي الكمبيوتر، او ده لما يقول لي ان هو عملها مانوال. نيجي بعد كده للستورج سيمبلز. اول شكل فيها اللي هو الشكل الاسطوانه ده، وهو اسمه ماجنتيك ديسك. ده بي ريبريزنت الداتا ستورد، هيجي في الكيسز يقول لنا مثلا انه عايز يسجل الداتا دي في الماجنتيك ديسك، فوقتها هنرسم له الرسم الشكل ده. لو قال لي ماجنتيك تاب بتفرق، فهنستخدم له الشكل ده. مين اللي اصلا الماجنتيك ديسك ده؟ بيكون الماستر فايل، الداتا بيز كده يعني. بس الماجنتيك تاب ده احيانا بيستخدموه عشان يريبريزنت بيه على الترانزاكشن فايل، الفايلات اللي هي بتاعه الترانزاكشن العاديه. طيب الاونلاين ستورج ده بقى، وده معانا في كل كيس في كل حته اصلا، زيه زي الكمبيوتر بروسيسنج كده. الاونلاين ستورج ده بقى عايز اسجل بيانات، بس تسجيلها مؤقت، يعني بسجلها عشان دلوقتي عشان هرجع اسجلها في الماستر فايل بعدين، فانا عايزه اسجلها في حاجه دلوقتي، حاجه مؤقته، فهرسم له الشكل ده.
وهنشوفها برضو في الكيس. اخر سيمبل عندي اللي هو الفلو والميسلينيا سيمبل. اول سيمبل فيه اللي هو الارو، هو اسمه document or processing flow، وهو هنا بيوضح لي الاتجاه بتاع الفلو ماشي ازاي، ماشي فوق تحت. هو اصلا النورمال فلو بتاعه كمان لفوق لتحت للجنب للشمال او لليمين. طيب بعد كده السيمبل التاني اللي عندنا اللي هو الاوف بيج كنترول كونكتور بالشكل ده. ده بيكونكت البروسيسنج فلو بين تو ديفرنت بيج. يعني انا مثلا عايز اخرج من بروسيس فلو معينه وعايز اخش في واحده تانية، او عايز اقفل البيج دي وعايز افتح بيج تانية، فهو الشكل ده هو المسؤول. اخر شكل عندنا اللي هو الشكل الغريب ده، ده بي provide addition of descriptive comment. يعني لو انا مثلا عايزة اضيف حاجة، اضيف شرح معين في الفلو شارت ده، عايزة اوضح حاجة في الفلو شارت ده، بقوم عاملة كده. ده احنا هنشوفه برضو في واحدة تقريبا. المهم هبقى انزل الفايل ده بعد الفيديو. دول الكاتيجوريز، الاربعه كاتيجوري اللي احنا اتكلمنا عنهم، الانبوت والاوتبوت سيمبلز والبروسيسنج سيمبل والداتا والستورج سيمبلز. الفلو والميسلينيس سيمبلز دول بيوضحوا لي كذا حاجه. اول حاجه منهم اتجاه الداتا رايحة فين وجاية منين وكده، ومنين الفلو شارت ابتدت وفين نهايتها، وامتى اقدر ان انا اخد الديسيجن، وامتى اقدر احط نوتس او عايزة اكسبلين حاجة عشان اوضح بيها الفلو شارت. فهو الفلو والمثالين يا سلاقي اخر سيمبلز خالص عندنا، هما دول اللي بيوضحوا لي اكتر الحاجات دي. طيب هي السيمبلز دي، هي السيمبلز اللي انا يعني بس دي اكتر شويه. انا قلت اعمل لكم الجدول التاني عشان يبقى فيه الحاجات اللي موجوده فيها حاجه الدكتورز. طيب تالت حاجه عندي في الاوبجكتيف ده اللي هي التايبس اوف الفلو شورت. عندي ثلاثة تايبس برضو زي ما كان عندي ثلاثة تايبس في الداتا فلو دايجرام. طيب التايبس بتاعت الفلو شورت بقى، عندي الدوكيومنتيشن فلو شورت، وعندي السيستم فلو شورت، والبروجرام فلو شورت. طيب عندنا بعد كده الدوكيمنت فلو شارت. الديفينيشن بتاعها في الاول معناه انه بيوضح حركه تدفق الدوكيمنتس والانفورميشن بين مجالات المسؤوليه داخل المنظومه. ازاي؟ انه بيمسك الدوكيمنتس كده من اولها، من اول حاجه فيها خالص لحد اخر حاجه فيها خالص، وبيوضح فين كل وثيقه اتعملت وايه الغرض منها وازاي اتوزعت وازاي بيحصل التصرف فيها، واي حاجه بتحصل فيها جوه المنظومه دي. طيب اليوزز بقى بتاعت الدوكيمنت فلو شارت، عندنا سبيشال تايب من الفلو شارت اسمه انترنال كنترول فلو شارت، وده بستخدمه عشان اقدر اوصف واحلل واقيم كمان الانترنال كنترول بتاعي. الدوكيمنت فلو شارت برضو بتستخدم اني احدد نقط الضعف ونقط القوة عندي في النظام. طيب تاني تايبس عندي في الفلو شارت اللي هو السيستم فلو شارت. الديفينيشن برضو بتاعه انه بيصور العلاقة بين الانبوت بتاع السيستم وعملية التحويل وعملية تخزين البيانات والاوتبوت كمان، وبتستخدم لوصف دقيق لتدفق البيانات والاجراءات داخل الـ EIS او الـ Accounting Information System، وبتستخدم لتقديم نظرة عامة حاجة كده overview عن ازاي كل الاعمال التجارية بتتم. السيستم بتاع الفلو شارت بيبتدي بي identify السيستم input، بيعرف الـ input بتاع السيستم،
والانبوت دي بعد كده بتبعها البروسيسنج اللي بتحصل، بيحصل عملية التحويل بتاع الداتا للانفورميشن، وبعد كده بيرزلت عندي نيو انفورميشن اللي هي الاوتبوت اللي عندي، واي اوتبوت بيخرج هو بيعتبر انبوت للمرحلة اللي بعدها. طيب تالت نوع عندي في الفلو شارت اللي هو البروجرام فلو شارت، وهو بيوضح تسلسل تنفيذ العمليات المنطقية بالكمبيوتر، يعني بيوضح الحاجات دي باستخدام الكمبيوتر. طيب سون يعني كان بيحصل ان الانترنال كنترول بدأ الانترنال اوديتور اسفه بدأ انه يستخدم الفلو شارت في الاوبريشنال اوديت بتاعه عشان يقدر انه يفهم اكتر البيزنس بتاع الشركه عنده اللي بيعمل عليها اوديت. ليتر بقى الاكسترنال اوديتور بدأ برضه انه يستخدم الفلو شارت عشان يايفالويت الكلاينت انترنال كنترول. دي كانت حته في السيستم فلو شارت، انا بس اتلخبطت فيه في البروجرام قصدي في فلو شارت. طيب تالت نوع عندنا اصلا اللي هو البيزنس بروسيس دايجرام، ده احنا قلنا كان عندنا تلات انواع من الدوكيومنتيشن تكنيكس، كانت الداتا فلو دايجرام وكانت الفلو شارت والبيزنس بروجرام دايجرام. ده تالت نوع، هو وسيلة بصرية حاجة كده فيجوال لوصف الخطوات او الانشطة المختلفة في العمليات التجارية والانشطة عامة في البيزنس بروسس. وهنا ليها اكزامبل عليها، طبعا كل الاكتيفيتيز اللي بتتم في البيزنس بروسيس دايجرام ده بتكون اسهل على الواحد انه يفهمها، لان هي بتكون عبارة عن حاجات صور، حاجات مش حاجات مكتوبة وحاجات كده. كده الثيوريتيكال عندي خلص.